إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. بالضبط حاليا كنتواجدوا في شارع مكسيك الغني عن التعريف في قيصرية القادرية اللي جات في شارع مكسيك. التجار ديال هذه القيصرية كيعانيوا مع واحد مولة الصالون اللي جات وحيدت لهم الريدو هنا، حيدته صحة. شوفوا كان عندهم الريدو هنا، هذه هي الدخلة ديال القيصرية، يعني هنا فين كتحد القيصرية والعمارة، جات حيدت لهم الريدو من هنا. شوفوا الريدو، يعني الريدو كان قديم هنا ماشي جديد، الريدو راه قديم. جات وحيدت لهم الريدو من هنا بصفة نهائية، وحاليا رجعوا كيتعرضوا للسرقة. كما كتشوفوا الريدو راه مركب هنا، يعني بزاف ديال التجار رجعوا كيعانوا من المشكل ديال السرقه. متابعي قناه شوف تيفي خليكم معنا نسمعوا احد التجار يعاودنا التفاصيل ديال القضيه هذه. السلام عليكم. الاشكال اللي عندنا كانت عندنا هنايا الريده ديال كيتحسب على الباب ديال القيصريه، كان عندنا وكان تقريبا كان تخسر داكشي، وبقى هذا واحد المده ودابا رديناه. هذا الريدو هذا ردينا، يعني ديجا هو كان هنايا في واحد الوقت، ملي ردينا هنايا هذا الريدو هذا كنتفاجئوا حنايا. خدمنا كنخدموا حنايا الساعة بالليل، خدمنا بالليل عدينا الريدو ديالنا، القايد جان عندنا هنايا في الصباح قال لك لا هذا الريدو هذا خصو يتحيد، متحيد. هودنا لعندو كنستفسرو علاش، قال لك حيت حنا ما عندناش الرخصة. حنايا قلنا له بلي هذا الريدو أصلا كان عندنا هنايا، حيت هذاك إلا عاد تصور عاد كتفاجأ بلي كتبدا هنا بداية ديال القيصرية عندنا حنايا. هنايا باب اخرى اللي هذه كتحسب على حساب الباب ديال العمارة، ميمكنش حنايا غنشدو ديك الباب على الناس ديال العمارة باش نحميو حنايا السلعة ديالنا. هنايا كاين بعض التجار ما مرة ما جوج السلعة ديالهم كتسرق. هاد السيدة هذه اللي جات كتمنع هنا عندها مشكل مع الناس ديال الصندوق، حنايا ما عندنا حتى شي مشكل معاها. حنايا المشكل اللي عندنا حنايا كتجي واحد الساعة الصلاح، الساعة اللي كنكونوا حنايا خدامين منعناها، الصندوق وقف لهذيك الشغل ديالها. ودابا حنايا مشينا عند القايد كنتشكاو واحد الحاجة أخرى اللي مخليها لنا هنايا عند سيد الطبالي. سيد الطبالي عنده هنايا هاهم فين هما، تينك عاد تصورهم وتشوفهم باللي هذو من شهر واحد هما منزلين هنايا. مشينا عنده ما مرة ما جوج عند القايد، كان قبل في رمضان كنا جبنا ديك القايد هذاك ما استقبلناش. ملي جا هذا القايد هذا هضرنا معاه وديك الشيء هذاك، قال لك اصلا عندهم هما النزاع مع الناس السنك. قلنا له حنايا ما عندنا حتى شي اشكال معاه، حنايا حيدنا غير هذا الضرر هذا، تفاهموا مع بعضياتهم كيبقى الشغل ديالهم. ملي جا كيحيد هذا الشيء هذا ديال هذا الريدو هذا، طلبنا منه ملي تينك جيتي تطبق كقانون خاصك تطبق على الكل، ما كاينش عاد تطبق غير علينا حنايا وتخلي هذه هنايا هاد الالواح ديالها اللي كيضرونا حنايا. هنايا دابا حنايا كنطلبوا ما كرهناش، كنطلبوا سعادة الوالي يشوف يتدخل ويشوف لنا الحل هاد الاشكال هذا، وشكرا. حنا اللي كنعرفوا المرضي اخي مسؤولين كيجيو في الساعه اللي كيكونوا احتجاجات والخوف، فهمتيني؟ المسؤولين ديالنا كيجيو في الساعه اللي كيكون احتجاجات وكتكون شي حاجه ماشي هذيك بحق. ملي كيكون الشعب ما كيحتاج مسؤولين ما كيجبر حتى شي واحد. تصور دابا انت معايا باب القيصريه، ها هي فين هي، هذا هو المقطع ديال الباب، هذه المقطع واضحه ما فيهاش حتى وداك القانون. شي حتى وداك القانون راه كتسبق المساله ديال العمه، عاد كيجي مورا القانون، عاد كتجي مورا الرخصه. هذه مساله الناس هنايا كلشي حنايا كامل كيديعوا لنا الحوايج، هنايا كامل كيديعوا لنا الحوايج. شوف شحال ديال المسؤولين كلشي كيديع له الحوايج، ما نعملوا حنايا مثلا الريدونا عاد يزولوا لنا قايد، ما عرفناش اي مسؤول هنا. اسمح لي، اي مسؤول هنايا عنده شي حاجه كيعمل اللي بغا هو، ما كيخدمش الشعب العربيه، ما كيخدمش المواطنين. حنا من حنا عاد يزولنا، حنا عاد يزولنا الريدو، بقاو حنايا هيدا مفتوح. شوف اخي، بقاو حنايا هيدا اي سلعه كامله كتجي كتضيع هنايا، اي حاجه كتجي كتضيع. وشوف فرا كيجيو لنا هنايا وكيدي، انتينا كتشوف. وهذا الريدو واش حنا يمكننا نعملوا الريدو راه فين نشدوا على الناس؟ هذه الباب ديال انتينا كتشوف، هذه الباب ديال العماره، وهذيك الباب ديال العماره، هذه الباب ديال القيصريه. هنا خصها تشد القيصريه باش حنا كيبقاو الحوايج ديالنا في الامن. هادشي اللي كانوا حنا للاسف الشديد مسؤولين عندنا كيخرجوا غير الا كان الشعب عامل شي احتجاجات وعامل شي حاجه، اما باش يجيو المسؤولين يصلحوا ما كاينش الاصلاح. مره كل واحد كيعمل اللي بغى في هاد البلاد، ولا حول ولا قوه الا بالله، وان لله وان اليه راجعون.
إذن متابعي قناة شوف تي في كيف مشتو معنا، هذا هو المشكل ديال تجار قيصرية القادري في شارع مكسيك اللي جات مولة الصالون وحيدت لهم الريدو. يعني هنا فيك عندهم الريدو وهنا عندهم قيصرية مجدودة وهما كاملين مع بعضهم، عارفين كل واحد شنو عنده، يعني كيشدوا عليهم الريدو باش السلعة ديالهم تبقى في بلاصتها ما تسرقش. فطلب لهم انهم المسؤولين ينوضوا يعملوا خدمتهم ويشوفوا لهم الحل في اقرب وقت. متابعي قناه شوف تي في حاليا وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نتلقاو بث مباشر اخر.